أطلقت الشركة المنتجة فيلمها الجديد مونا مايكل بدور العرض السينمائي، والفيلم من بطولة النجمة نيدهي أجروال ومن بطولة أيضا النجم الشاب تايجر شروف. الفيلم سيكون هو العمل الثالث الذي يجمع شروف والمخرج المتميز سافير خان بعد العمل معا في بعض من الأفلام زي هيربانتي و باجي، ويضم الفيلم الغنائي الرومانسي أيضا النجم الكبير نواز الدين صديقي، ومن المتوقع أن يغزو شاشات السينما في موعد أقصى 21 يوليو.